طيب نيجي الآن للجغرافية، جغرافية القصيم وحدوده تقريبا، بعضهم يعني يدمجها يقول لك منطقة نجد كاملة، وبعضهم ما يظن أن هي القصيم كذا فيخطئون، ترى في كثير من الناس يخطئ بذلك، ولا هي مكون مكونات نجد كاملة؟ هي مكون مكونات نجد، وتعتبر من أهم مكونات نجد. هي تقع في قلب الجزيرة العربية في الجزء الشمالي من منطقة نجد. اليوم في وقتنا المعاصر يحدها من الشمال منطقة حائل، ومن الشمال الشرقي المنطقة الشرقية، ومن الشرق والجنوب الشرقي والجنوب والجنوب الغربي منطقة الرياض، وفي الجهة الغربية تتقاسمها منطقة حائل والمدينة المنورة، وفي الشمال الغربي منطقة حائل. احنا بس بنشوف الاخوان بس يعطونا بس الصورة الاولى، الخريطة. نعم، الخارطة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فعشان نشوف الجغرافية. طيب أكمل، ممكن تكمل حتى تطلع يا أبو نواف. منطقة القصيم تتميز أنها من المناطق التي لا يوجد بها أي عوائق طبيعية. طبعا هذه هي قدامك الصورة الآن. إيه نعم، لاحظ هنا أنها موجودة فعلا في قلب الجزيرة العربية، وفي الجزء الشمالي من منطقة نجد، تقريبا في الجهة الشمالية من منطقة الرياض، وكذلك الجنوبية من حائل، وأيضا نجد لها حدود مع منطقة الشرقية في الشمال الشرقي، وكذلك منطقة المدينة المنورة في الجهة الغربية. لو تلاحظ يعني كأنها رابطة، مثلث، كأنها رابطة للمناطق كلها. هذه الميزة في منطقة القصيم، أنها يعني منطقة رابطة لعدد من المناطق في الجزيرة العربية منذ الأزل، أيام ما كان هناك طرق تجارة، لأن لا يوجد فيها أي عوائق طبيعية تستطيع أن تربط، لا جبال لا كذا، لا توجد بها جبال، لكن ليست كسلسلة جبالات كجبال السروات أو كجبال الطويق وإلى آخره، تجدها في مواقع محددة معينة. وهذا الذي يميز منطقة القصيم عن عدد من مناطق الجزيرة العربية. أيضا وجود أن بها تنوع من ناحية أن هناك جبال، هناك أودية، هناك سهول، هناك سباخ، هناك مراعي، هناك مناطق زراعية، فهذه أعطتها ميزة حيث يكون هناك موارد اقتصادية كالرعي وكالزراعة، أنها تحتوي على موارد مائية متنوعة المصادر، فهذا اللي جعلها أنه طوال فترة زمنية طويلة جدا تعتبر من أهم المراعي داخل الجزيرة العربية لعدد من القبائل الجاهلية، راح نأتي على ذكرها. طبعا منطقة القصيم تتكون الآن من 14 محافظة إدارية. طبعا نشوف الصورة الثانية مع بعض، نشوفها أيوة. الآن وهي تقريبا تتواجد بين خطي طول 40 و44 ودائرتي عرض 24 28، ارتفاعها عن سطح البحر. طبعا هذا اي نعم، هذه مناطق. محافظات منطقة القصيم. طبعا في منطقة جديدة اللي هي محافظة جديدة اللي هي محافظة أبانات، موجودة ما بين النبهنية وضرية، ارتفاع عن سطح البحر 600-700 متر، وهذا يعطيها منطقة زراعية من الناحية جيدة بل ممتازة. أيضا تتميز بأنها من كثرة المراعي في نفس التوقيت هناك الواحات التي تصلح لتكون مناطق زراعية. في آخر إحصاء عدد سكان القصيم يتجاوز 1.5 مليون، قرابة أو أكثر من 70% مواطنون. مساحة القصيم تتجاوز 70,000 كيلومتر مربع. هذه أغلب الجوانب من ناحية الحدود. طيب ودك نمر عليها بشكل سريع، مثلا الأسياح ثم الشماسية بريدة. لو تكون الخارطة موجودة. إيه موجودة. أعطونا الخارطة بس. هي الشماسية. إيه. والسياح. السياح هذه كيا. إيه بريدة. في بريدة يعني صورة. اللي هي العاصمة الإدارية منطقة يعني القصيم. وفي بريدة أوسع يعني في. يتبعها عدد من القرى والمراكز تتبع بريدة إلى اليوم. ممتاز. أيضا محافظة المذنب، بكيرية، ضرية، محافظة أبانات، محافظة النبهنية، محافظة عنيزة، لا نريد أن ننسى أي محافظة. هي 14 محافظة بالعدد. عقلة الصقور مهمة وضرية ورياض الخبرة عيون الجوار. 14 محافظة هي محافظات منطقة القصيم الموجودة في وقتنا المعاصر. نعم.